صباح الخير جميعا ومرحبا بأسرة مكتبة اسكندرية في هذا اللقاء. قبل ما أدخل في مضمون جدول الأعمال، فقد اعتدنا أن لقاءات يوم الثلاثاء هي لقاءات ثقافية من الدرجة الأولى، وهي فرصة لأسرة المكتبة جميعا أن يستمتعوا ويستفيدوا من التواصل مع بعض المادة العلمية حتى وإن لم تكن لها صلة مباشرة بعملهم اليومي. ولذلك حرصنا النهاردة بصفة خاصة إن نلتقي حول المؤتمر الدولي السابع لمركز المخطوطات، هو التواصل التراثي، أصول ومقدمات التراث العربي الإسلامي. ويشرفني أن يكون معنا لهذا المؤتمر كوكبة من العلماء والمتخصصين. يصعب أنها تجتمع في مكان واحد لولا الجهود المضنية للدكتور يوسف زيدان وزملائه، وأشكرهم على ذلك. وبالتالي أشجعكم جميعا في إطار الوقت سيسمح بذلك أنه يحضر جلسات المؤتمر وأنه يتعرف على ما يعرض في المعرض اللي موجود في هذا المبنى. فالنهاردة هي هقول كلمة رسميا لافتتاح المؤتمر، وهي كلمة ترحاب بالضيوف وكلمة تصور عن أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي عملا تراكميا على المؤتمرات السابقة، فيأتي بذلك إضافة حقيقية للمنجز الثقافي الضخم اللي تم في فترة وجيزة من مركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية. وسيشرفني أن الكلمة الافتتاحية للمؤتمر هيقولها على طول بعدية الدكتور يوسف زيدان، وأن هندعو أيضا في هذه الجلسة المحاضرة العلمية الأولى من محاضرات المؤتمر، اللي هنطلب من أستاذ دكتور رشدي راشد أن يلقيها. بعد هذه المداخلات الثلاث مني ومن الدكتور يوسف زيدان ومن الدكتور رشدي راشد، هنرفع الجلسة الافتتاحية، وأشجعكم أن أنتم تنزلوا تشوفوا المعرض. وطبعا المؤتمر سيستمر في أعماله، واللي منكم عايزين يحضروا المؤتمر أنا متأكد أن الدكتور يوسف هيسهل لهم هذا العمل. فالأخوات والإخوة، اسمحوا لي الأول أن أتجه الآن بكلمة إلى أعضاء هذا المؤتمر الدولي السابع لمركز المخطوطات. السادة المشاركون في المؤتمر، العلماء الأجلاء، الضيوف الأعزاء، الزميلات والزملاء، اسمحوا لي بداية باسمي وباسم مكتبة الإسكندرية، مكتبتكم، أن أرحب بكم في مستهل أعمال المؤتمر الدولي السابع لمركز المخطوطات، الذي يأتي كخطوة أخرى جديدة على الدرب الذي اخترناه نهجا لنا في مكتبة الإسكندرية، درب استكشاف الماضي وفهم الحاضر واستشراف المستقبل. ويأتي لقاؤنا اليوم متمما ومكملا لسعينا الدؤوب عبر هذه المؤتمرات السنوية الساعية لتأسيس وعي عميق بالتراث والمخطوطات، وهو المسار الذي ابتدأ بعد العام الأول من حياة مكتبة الإسكندرية، حيث انعقد في ربيع عام 2004 مؤتمر المخطوطات الألفية.
الذي عكف فيه كبار الباحثين على بحث المجموعة الأكثر ندرة وأهمية في عالم المخطوطات العربية، وهي تلك المخطوطات التي أتمت من عمرها 1000 سنة أو يزيد. وقد كشف ذلك المؤتمر عن عديد من الذخائر التراثية والنوادر التي تحتويها الخزانات الخطية في مصر والعالم، كما كشف عن جوانب مهمة من تراثنا كانت مهملة منسية. وفي الربيع التالي سنة 2005 انعقد المؤتمر الثاني حول مصطلح جديد آخر صاغه الزميل دكتور يوسف زيدان، واجتمع حوله الباحثون الكبار للنظر في المخطوطات الموقعة، وهي أمهات المخطوطات التي حظيت بخطوط مؤلفيها أو بأقلام أعلام كبار وقعوها إجازة أو تصحيحا أو تذييلا أو استكمالا. وكانت المخطوطات الشارحة عنوانا للمؤتمر الثالث الذي أكد معنى كان مجهولا، هو أن الشروح في عالم المخطوطات كانت تتجاوز أهميتها أحيانا أهمية المتون المشروحة. فكم من شرح أعاد بناء المتن وطور مباحثه حتى تجاوزه في القيمة العلمية والمكانة التاريخية والمسيرة التفاعلية في هذا العلم أو ذاك. على فكرة برضو أذكر لكم بين قوسين نفس الحكاية حصلت في قصص تاريخية حكيت لكم عنها في أوروبا. فإذا كان كوبرنيكوس كتب إن النظام الجديد الفلكي، فكان الكتاب بتاع جاليليو اللي هو المناظرة بين نظامين الكونيين هو اللي عمل الضجة الكبرى واللي أدى إلى محاكمة جاليليو. والاهتمام بهذا الكتاب الثاني اللي هو كان شرح على الكتاب الأول كان أكثر من الاهتمام بالكتاب الأول. فدايما دكتور يوسف بيبقى سباق، ولذلك ساعدنا بأن يكون في المخطوطات الشارحة في سنة 2006. وكان لقاء الربيع التالي سنة 2007 هو مؤتمر المخطوطات المترجمة الذي نظر بعمق في جسور الانتقال بين اللغات والثقافات عبر المخطوطات التي ترجمت إلى العربية أو ترجمت منها إلى اللغات الأخرى. فكان المؤتمر كاشفا للمعابر الأهم في تراث المنطقة وللتفاعل الأتم بين اللغات. وها هو كتاب الجامع للبحوث الأكاديمية المتميزة التي قدمت في مؤتمر المخطوطات المترجمة، يصدر هذا الأسبوع عن مركز المخطوطات بالمكتبة ليكون بين أيدي الباحثين في العالم بعد ضبطه وتحريره وتدقيق نصوصه. فليصير بين أيدينا اليوم 4 مجلدات لأوراق المؤتمرات 4 الأولى للمركز، بينما انعقد المؤتمر الدولي 5 للمركز في ربيع عام 2008 حول المخطوطات المطوية التي انطوت في غيرها أو طواه الزمان عن أعيننا. فتوجهت مع مؤتمر الأنظار إلى المجهول المنسي من تراثنا، ولسوف يصدر كتاب الجامع لبحوث وأوراق هذا المؤتمر قريبا. دكتور يوسف وعدني أنه هيطلع على طول قريب ليضيف للمكتبة العربية المعاصرة رصيدا جديدا يحوي خلاصة ما كتبه الأجلاء من الأساتذة الذين شاركوا معنا في هذا المؤتمر. وبعد 5 أعوام انتقل مركز المخطوطات بالتراث العربي من النص إلى الخطاب. هي أنا عايز أقف هنا نقطة لحظة وأحاول أن أشرح لكم جميعا ما أعتبره، يعني أن دي من النقط الهامة جدا في تاريخ الثقافة المعاصرة في مصر، لأن الناس بتتشدق بالتراث في كل مكان، ولكن الفكرة أن العارفين بهذا التراث
ينتقلوا من مجرد تحليل النص إلى فهم الخطاب وإلى شرح الخطاب بحيث يكون الخطاب جزءا حيا في مخيلتنا وفي حياتنا اللي احنا بنعيشها دي، ده هو المطلوب. فانتقل مركز المخطوطات بالتراث العربي من النص إلى الخطاب، من المخطوطة إلى الوعي، من الأمس إلى اليوم، وهو ما تم طرحه بنصوع في مؤتمر العام الماضي الذي جاء بعنوان آفاق النشر التراثي. ينظر في ما نشرناه من تراثنا فعلمناه، وما لم ننشره فظل متواريا. وها نحن اليوم نبدأ خطوتنا الجديدة ببحث قضية بالغة الأهمية، هي التواصل التراثي، والنظر في أصول تراثنا العربي الإسلامي ومقدماته المبكرة كي نزداد فهما ووعيا بالماضي الفاعل في الحاضر والمرشد للمستقبل. وإن كانت المؤتمرات السابقة قد تناولت المخطوطات العربية والتراث العربي بالدرس والمناقشة، فإن مؤتمرنا اليوم يخطو خطوة جديدة نحو فهم هذا التراث العربي في سياق التاريخي والمعرفي. ولا أعرف مكانا أكثر ملائمة لطرح هذه الفكرة من مكتبة الإسكندرية. فمكتبة الإسكندرية منذ نشأتها الأولى لم تكن منقطعة الصلة بما قبلها، بل حوت داخلها خلاصة ما توصلت إليه مصر القديمة وما كان قيد التشكل من فكر اليونان إبان القرن الثالث قبل الميلاد. لقد تواصل علماء مكتبة الإسكندرية القديمة مع المنتج العلمي السابق عليهم وطوروه في شتى مجالات المعرفة، وتبلورت بعد ذلك معارفهم الخاصة، وأصبحت الإسكندرية وعلماؤها مصدرا وموردا من موارد العلم والمعرفة في ذاك الزمان. وما أن تبلور العلم السكندري حتى تلقفه العقل العربي في بواكير انفتاحه على العالم ونهمه الشديد لتحصيل العلم وفهمه والوقوف على أسراره. وكان النتاج الحضاري الإسكندرية هو المعين الذي نهل منه العرب المسلمون عندما بدأت حركة الترجمة والنقل من اليونانية إلى اللغة العربية. وقد أدى هذا التراث السكندري دورا كبيرا في التواصل بين الحضارتين، اليونانية القديمة من جهة والعربية الإسلامية من جهة أخرى. ولذلك ظلت الإسكندرية علامة أساسية في هذا التواصل الحضاري الذي امتد حتى العصر الحديث، متمثلا في بواكير النهضة الحديثة في مصر والمنطقة العربية، وهي النهضة التي انطلقت من عدة مدن عربية كانت الإسكندرية واحدة من أهمها. ففي الإسكندرية بدأ إصدار الصحف المصرية، وبدأت حركة المطابع ودور النشر الخاصة التي دعمت الدور الثقافي الذي قامت به مطبعة بولاق الرائدة في القاهرة، والتي نشرف بأن مطابعها وآلاتها موجودة في قاعة القراءة في مكتبة الإسكندرية الجديدة. ولا شك في أن التاريخ الطويل المتصل للإسكندرية إنما هو نموذج للتاريخ الإنساني كله، وهو التاريخ الذي تطور عبر حلقات كانت بينها مراحل مفصلية حاسمة تم فيها استلهام الموروث السابق، كما تم العمل على تطويره ودفعه إلى الأمام بمزيد من الجهد الحضري في المجالات المختلفة، حتى تشكلت الحلقة التالية من الموروث الإنساني. في الحقيقة هذا الموروث الإنساني العام هو نتاج هذه الطبقات التي تراكمت واحدة بعد الأخرى حتى تمت صياغة المنجز الإنساني العام، سواء في الإسكندرية أو في غيرها من الحواضر الكبرى التي أضاءت التاريخ الإنساني. واستلهاما من تلك الروح الحضارية الفعالة، فإن اهتمام مكتبة الإسكندرية من خلال مركز المخطوطات بقضية التواصل بين الحضارات والثقافات
هو انعكاس وتأكيد لطبيعة الدور الذي تم إحياء مكتبة الإسكندرية من أجله، وهو الضرب الذي نسير عليه خطوة بعد خطوة قاصدين إلى غايات نبيلة هي إبراز التفاعل الخلاق بين البشر. وعلى ذكر التفاعل الخلاق، فلا بد من الإشارة إلى أن مكتبة الإسكندرية ومركز المخطوطات يتفاعلان بشكل كبير مع المؤسسات الثقافية الكبرى في العالم عبر مشروعات عديدة في مجالات العلمية والثقافية، وعدد كبير من الزملاء قائمون على مشروعات من هذه المشروعات، من هذه المنظومة من المشروعات. ولكن فيما يخص هذا المؤتمر في هذا السياق، فقد رأت لجنة مانيوميد المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي، وهي لجنة المخطوطات الدولية التي تقوم مشكورة بدعم هذا المؤتمر جزئيا، أن يصاحب هذا المؤتمر معرض للمخطوطات النادرة زيادة للفائدة. فرأينا أن الأنسب هو ذلك المعرض الجامع للصور طبق الأصل من المخطوطات التي أقمناها في المؤتمرات السابقة. وتجب الإشارة هنا إلى أن جهود مركز المخطوطات ومتحف المخطوطات لم تقتصر طيلة السنوات الماضية على إقامة هذه المؤتمرات الدولية المتميزة والمعارض، وإنما توازت مع هذه الجهود جهود طيبة في تطوير أعمال الترميم الفني للمخطوطات والكتب النادرة، وفي الخدمات البحثية المتاحة للمتخصصين في قاعات الاطلاع، وفي الخدمة المتحفية لزائري المكتبة وقاعة العرض المتحفي التي أشاد بمستواها زوارها المصريون والعرب والأجانب. ولا يزال هناك الكثير من منجزات المركز والمتحف التي يضيق المقام هنا عن ذكرها، ولا يزال هنا الكثير من الخطط الطموحة والخطط المستقبلية التي سنتخذها معا في الفترة القادمة، والتي سيقوم بها هذان المركزان الأكاديميين العاملين في مكتبة الإسكندرية، والعاملين بهما بجد وصبر وأنا، وهو الحقيقة ما يستحق التحية والتقدير لهم ولمدير المركز الدكتور يوسف زيدان، الذي أدعوه الآن ليقدم المحاضرة الافتتاحية لهذا المؤتمر. الدكتور يوسف زيدان. هذه المحاضرة الافتتاحية بعنوان مفهوم التواصل التراثي. لكل تراث تراث، ولكل سابق أسبق. تلك هي الحقيقة البديهية التي نخرج بها من درس التاريخ والحضارات، التي هي نتاج تراثيات تعاقبت وتراكبت وأفضى بعضها إلى بعض على نحو صنع في نهاية الأمر حضارة الإنسانية. ومن هنا نقول لا شيء يأتي من اللا شيء، خاصة إن كنا بصدد ظواهر حضارية كبرى كالتراث العربي الإسلامي الذي نتج عن عمل مديد امتد لقرابة 1000 عام من العطاء الإنساني المتنوع لمشاهير العرب والمسلمين في مجالات العلم والأدب والفكر والفن، مما أعطى في نهاية الأمر تراثا ينطبق عليه ما ذكرناه من أن لكل تراث تراثا أسبق منه. بيد أن الكثيرين من العرب والمسلمين القدامى والمعاصرين شغوفون دوما بالنظر في الأثر الذي خلفته حضارتنا العربية الإسلامية في أوروبا، وهو بالطبع مسلك مشروع مندوب إليه سعيا لتبيان حضورنا في تاريخ الإنسانية وفي واقعنا المعاصر. لكن ذلك لا يمثل على الحقيقة إلا نصف الحقيقة،
إذ أن النظر في لواحق التراث العربي من دون التمعن في سوابق ذلك التراث هو أمر من شأنه تكوين صورة خيالية عن هذا التراث، صورة ذهنية وليست واقعية، وهي الصورة التي تشكلت فعلا في الأذهان ببطء وأعطت للبعض يقينا كاذبا بأن هذه الحضارة العربية الإسلامية وما أعطته من تراث إنساني إنما هي لمعة مفاجئة بدأت مع انتشار الإسلام وسيادة العرب العالم، فتألقت هذه الذات حينا ثم انطوت على قاعدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكأن تراثنا انطلق من دون أصول سابقة ومقدمات، وهذا بالطبع وهم كبير ولا شأن للآية القرآنية به في واقع الأمر. فالمداولة بين الناس وانتقال مش على الحضارة بين الأقوام له قوانين وقواعد لا بد من إمعان النظر فيها ولا بد من فهمها بعمق حتى نصل إلى وعي حقيقي بالتراث السابق، وبالتالي إلى وعي رشيد باللحظة الحاضرة، مقتدين في سعينا بالمنهجية الناصعة التي سار عليها علماؤنا الكبار السابقون وعبرت عنها أقوالهم ثم أكدتها كتابتهم العلمية التي وصلت إلينا من وراء القرون، ومن ذلك قول ابن النفيس بالطبع: وأما إظهار الحق وإعلاء مناره وخذلان الباطل وطمس آثاره فأمر قد التزمناه في كل فن. وانطلاقا من ذلك وبإمعان النظر يتبين لنا أن الرؤية المتمحورة حول الذات المنكفئة عليها المكتفية بها ليست وليدة الوعي العربي الإسلامي المعاصر، وإنما ابتدأت كتيار عام وكنهج تخيلي نتج عن خطأ منطقي هو الانتقال من مقدمة أولى واحدة إلى نتيجة حاسمة، قفزا إلى نتيجة حاسمة. ولسوف أوضح بعض جوانب هذا الأمر. بدأ الخلق من العدم، تلك هي الحقيقة الإيمانية التي أكدتها الديانات التي توالت نزولا على هذه المنطقة القديمة من العالم، ومنها انتشرت شرقا وغربا بعدما تتالى زمنا على الترتيب المعروف المتصل يهودية ومسيحية وإسلاما. ومع أن هذه الحقيقة الإيمانية والقاعدة العقائدية تشير إلى الخلق الأول وابتداء الوجود، إلا أن الأكثرين ظنوا أن كل خلق خلقا أول، وتوهموا أن لا شيء يسبق الظهور المفاجئ لكل موجود، ومن هنا هيمنت على أذهانهم رؤى غير واقعية للتاريخ بل وللحاضر تتمحور حول الذات وتكتفي بها وتعدها وجودا مستقلا عما سبقها وعما تلاها، وكأنها مسبوقة بالعدم وليس بعدها إلا العدم، وهو منحا فكري يهدر النواميس الإلهية والخبرة التاريخية والمنطق الذي تسير وفقا له الوقائع وإليه تحتكم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ تلك هي الآية القرآنية التي أكدت بنصوع أن الزمن السابق على الإسلام كانت له أحكام، ومع أن كلمة الجاهلية وردت مرات في القرآن الكريم والأحاديث النبوية بمعنى المرحلة التاريخية المختلفة عن الزمن الإسلامي الآتي المبشر آنذاك بانتشاره واستقراره، إلا أن الأكثرين ظنوا أن الجاهلية هي اللا شيء أو هي صنو العدم، وتوهموا أن الجاهلية هي الجهل ما دام الإسلام هو العلم.
وهي الظلام ما دام الإسلام هو النور. ومن هنا انسرب إلى الأذهان وهم يظن أن الحضارة العربية الإسلامية ظاهرة طفرت فجأة في فراغ الإنسانية وبدأت مثلما بدأ الخلق الأول من العدم ولا شيء. وفي واقع الأمر فلا عدم أو لا شيء من بعد الخلق الأول وجريان النواميس عليه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، تلك هي الآية القرآنية التي قرأها البعض فاستقرأ منها الأكثرون أن اللغة العربية هي لغة الله وهي وحدها اللغة، فلا سبقتها لغات ولن تتلوها لغات. وخاضوا بناء على ذلك في مباحث متفرعة عن هذا الظن، فاختلف مثلا الشافعية مع الأحناف في جواز الصلاة بغير العربية، واصطخب أهل العقيدة في الكلام عن قدم القرآن، وأفاد الأدباء في بيان فرادة العربية وتفردها، وكأن لا صلة تقوم بين العربية والعبرية والسريانية من قبل، وبين العربية وعديد من اللغات من بعد. ثم غاب عن الأذهان رويدا أن الله تعالى حين جعل قرآنه المنزل على الناس عربيا أشار ببعض ألفاظه إلى لغات أخرى حبشية وفارسية وسريانية ونظمها في عقده العربي، كأنه يلمح بذلك إلى حضور اللغات الأخرى وتواصلها مع لغتنا العربية، متجاوزا في ذلك الحكاية التوراتية المفسرة لاختلاف لغات البشر عبر قصة نزول الرب إلى أهل بابل لتأديبهم وهدم مدينتهم البرج وبلبلة ألسنتهم. المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، تلك هي القاعدة العلمية التي يصدقها البحث في مجال الطبيعيات ولا يصادق عليها النظر الإيماني في مجال ما وراء الطبيعيات، فتناقض بصددها الفيزيقي مع الميتافيزيقي، ويتضاد البحث المنطقي مع الاعتقاد الإيماني. فإذا نظرنا للأمر من زاوية البحث الحضاري العام وفهم الظواهر التراثية الكبرى، فمن الممكن رفع هذا التناقض وارتفاع التضاد إذا ما جعلنا هذه القاعدة على صيغة لا هي فيزيقية ولا ميتافيزيقية، كأن نقول مثلا الحضارات لا تفنى ولا تخلق من عدم. ولعل هذه الصيغة المقترحة هي البوابة التي نخرج منها إلى فهم أرحب ورؤية أوسع نتفهم من خلالهما توالد الظواهر الحضارية الكبرى وتوارثها وتداولها بين الناس، من دون الوقوع في مزالق منهجية مثل تلك التي جعلت مفكرا رفيعا بديعا كابن خلدون، الذي كان من دون شك ذكيا بل عبقريا، يستقي قوانين العمران البشري وقواعد علم الاجتماع الإنساني من التجربة العربية وحدها، من دون أن ينتبه إلى أن ما قرره من شروط لقيام الحضارة العمران كالقبلية والعصبية والدين، ومن شروط لاندثارها تتمثل في الترف وتراخي روابط القرابة، هي أمور لا تصدق إلا على ظاهرة حضارية واحدة هي العربية الإسلامية، ومن وراء ذلك حضارة كبرى لا يمكن غض البصر عن شأنها، لم تقم وفق ما قرره ولم تندثر بسبب ما استخلصه في مقدمته الشهيرة. فلا اليونان القديمة قامت حضارتها على قبلية أو دين، ولا مصر القديمة اندثرت حضارتها لغرق في طرف أو تفكك لقرابة الحاكمين. لو أن مؤلف المنطق بلغ زماننا هذا وسمع دقائق الكلام في الدين
والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البكم أو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب. تلك هي عبارة ابن قتيبة الدينوري في كتابه الشهير أدب الكاتب، حيث يعرض بأرسطو والمشتغلين بالمنطق انتصارا لثقافته العربية الإسلامية التي تمحور حولها واكتفى بها عن عطاء العالمين من قبل ومن بعد، وهو النهج الذي نراه أيضا عند أبي حيان التوحيدي الذي غالب أبا بشر متى بن يونس المنطقي واستعلى على المنطق الأرسطي بأحكام الواو النحوية. ومن وراء هذين كثيرون ممن استعلوا بذاتهم فوق علو السابقين، فرفعوا النحو فوق المنطق وجابه الشعوبية الفارسية بشعوبية عربية. غير أن ذاك التيار الفكري العام في تراثنا القديم وفي واقعنا المعاصر كان يدافعه تيار آخر ونهج أرشد في الفهم، وهو ما يتمثل في الرؤية التي تبناها أعلام من علمائنا نابهون منتبهين إلى أن الفارابي هو المعلم الثاني، لأن أرسطو هو المعلم الأول، وأن ابن أبي صادق النيسابوري هو بقراط الثاني، لأن أبقراط الأول كان يونانيا وكان بحسب اللقب المعطى له من الأطباء المسلمين طيلة تاريخ العلم العربي الطويل هو الفاضل أبقراط، ومعه أيضا الفاضل جالينوس الذي لم يمنعهم فضله من نقده حسب ما نجد في عنوان كتاب الرازي أبو بكر محمد بن زكريا الشكوك على جالينوس، الذي يذكرنا بعنوان كتاب آخر مهم هو الشكوك على بطلميوس للحسن بن الهيثم، وهو الأمر الذي يذكرنا بمباحث كثيرة في العلم العربي سعى أصحابها إلى استكمال ما تركه السابقون من غير العرب والمسلمين وحرروه للاحقين وإن كانوا غير عرب وغير مسلمين. نخرج مما سبق إلى تقرير الحقيقة التالية: كان في تراثنا اتجاهان، يرى أحدهما أن الحضارة العربية الإسلامية نسيج وحدة لم ولن يتكرر، ويرى الآخر أن الحضارة الإنسانية ركب يمتد بجهود الجماعات المتعاقبة المبدعة علما وفنا وفكرا، وهو الاتجاه الذي يتلخص مذهبه في عنوان مؤتمرنا لهذا العام: التواصل التراثي، وهو المعنى الذي أشرت إليه في كلمة التعريف بالمؤتمر ساعة قلت: لا خلاف في أن التراث العربي الإسلامي كان مؤثرا في الحضارة الأوروبية الحديثة، اللهم إلا فيما تلكأ فيه المتلكئون وتنطع المتنطعون، ولكن في المقابل الذين ينكرون هذا الأمر، ولكن في المقابل علينا أيضا أن نسأل: ما هي التراثيات التي أثرت في صياغة التراث العربي الإسلامي، وكيف امتدت عملية التواصل بين تراث الإنسانية فشملت العرب والمسلمين حينا من الدهر، وهل من قبله زمن أتى عليهم حين من الدهر ما كانوا شيئا معلوما، أم أن وعينا المنقوص بتراثنا هو الذي أدى بنا إلى إهمال الأصول العربية قبل الإسلامية؟ وبأي قدر أسهم الحضور العربي قبل الإسلام في صياغة المنظومة الحضارية العربية الإسلامية؟ وما الذي أخذه العرب المسلمون من علوم السابقين؟ وكيف أخذوه؟ وهل طوروه أم حفظوه فحسب؟ وما هو أصلا مفهوم الحفظ؟ وماذا عن اللغة
العربية وتفاعلها شفاهة مع اللغات السريانية والعبرية والفارسية، وكتابة مع أشكال التدوين السريانية والنبطية، وما دلالة المئات من الكلمات الباقية في قلب اللغة العربية من السريانية والفارسية والعبرية، سواء في أوابد النصوص العربية والنقوش والخربشات المطمورة، أو بين آيات القرآن الكريم الذي هو الكتاب المحوري في حضارة العرب والمسلمين. وماذا عن المسيحيين واليهود والصابئة والمجوس؟ هل عاشوا في إطار الدولة العربية الإسلامية كأهل ذمة أو غير ذوي ذمة بحسب المفهوم الفقهي، أم تعدل أمر ذلك إلى مشاركة فعلية في الظاهرة الحضارية العربية الإسلامية، ابتداء من استلهام حفر الخندق من العسكرية الفارسية، وانتهاء بترجمات يهود الأندلس للمتون التراثية العربية إلى لغتهم العبرية وإلى اللغة اللاتينية، ومرورا بامتدادات عربية إسلامية لا حصر لها من التراث المسيحي المتجلي فكرا في علم الكلام وفنا في شكل القبة واقتصادا في اعتبار مصر خزانة الدولة ومعرفة في ترجمة النصاطرة لمتون العلم القديم من اليونانية والسريانية إلى العربية. هذه بلا شك أسئلة كثيرة قد لا تؤرق من يهنأ بالأوهام التراثية، لكنها لابد أن تشغل الرامي إلى تأسيس وعي حقيقي بالتراث العربي الإسلامي المخطوط منه والمطبوع، وهو تراث مليء بلمعات تضيء الطريق إلى غاية هذا المؤتمر، لمعات من نوع إشارة ابن حزم إلى حضور السريانية في العربية، وتسجيل حنين بن إسحاق لما ترجم من كتب جالينوس وما لم يترجم منها بعلمه، وهذا عنوان الرسالة الشهيرة لحنين بن إسحاق، وأيضا تأكيد بني موسى بن شاكر في مخطوطة الدرجات المعلومة على أن مقدمات العلم اليوناني والعربي من بعد إنما جاءت من الهند، ناهيك عن المتصل العقائدي بين اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي، وعن المصير الفاجع الذي لقيه آباء الكلام المسلمين، وعن تسمية أبي موسى المردار براهب المعتزلة. ومن وراء ذلك كثير من اللمعات والإشارات والتنبيهات التراثية الدالة على التواصل التراثي بين أصول ومقدمات التراث العربي الإسلامي والعطاء الحضاري المتنوع لهذا التراث. ومن هنا يسعى هذا المؤتمر إلى النظر في هذه الأصول الأسبق وتلك المقدمات الممهدة للحضارة العربية الإسلامية، بغية استكشاف طبيعة التواصل التراثي في المرحلة المبكرة من تراثنا العربي الإسلامي، وسعيا إلى الفهم ودفعا للوهم ونصرة للحق وإعلاء لمناره. ولسوف تبدأ بعد قليل الجلسات العلمية الكاشفة عن نواح متعددة من أوجه التواصل الحضاري المفصحة عن البدايات المبكرة الكاشفة عن أصول تراثنا العربي الإسلامي ومقدماته، وقد تستوفي الأوراق العلمية المقدمة خلال هذه الأيام الثلاثة الغاية المرجوة، وربما استوجب استقصاؤنا الأمر معاودة طرح هذه الرؤية مرة ثانية بل مرارا حتى تجلو في الأذهان حقيقة المتصل التراثي وطبيعة التواصل بين الحلقات التي شكلت تراث الإنسانية. شكرا. شكرا للدكتور يوسف زيدان الذي كما يعرف الجميع جمع بين قدرة الأديب وتمكن الباحث، ودائما متعة
من الواحد يستمع للأستاذ دكتور يوسف زيدان. والآن لي شرف خاص جدا وهي أن أدعو إلى المنصة زميل عزيز صديق عزيز وعالم جليل، وربما يعني يوافقني الزملاء الأجلاء اللي موجودين هنا إذا أضفت عليه لقب عميد المحققين، مش هنقول عميد الأدب العربي إنما هنقول عميد المحققين، أول من بدأ معنا برنامج الباحث المقيم في مكتبة الإسكندرية، أفضاله في تسجيل تاريخ العلوم وتاريخ الرياضيات لا حصر لها. فاسمحوا لي أن نرحب جميعا بالأستاذ الكبير أستاذ الدكتور رشدي راشد. يعني بعد هذا التقديم من الصديق العزيز الدكتور إسماعيل سراج الدين، كنت أخجل أن أتكلم وأن أعرض أو أن أجيب على السؤال الذي سأله الدكتور يوسف زيدان وهو التواصل التراثي. بس قبل أن أبدأ أود أن أشكر الدكتور إسماعيل سراج الدين والدكتور يوسف زيدان على دعوتهم لي، وأيضا أن أشكر العاملين في هذه المكتبة على كل الجهود الذي يقومون بها لتنظيم مثل هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات مرة أخرى وسنة بعد سنة. وأود أيضا قبل أن أبدأ أن أصارحكم بموقفي بهذا الشأن، وهو بأن تاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم والتاريخ عامة لا يستحق العناء إذا لم يقودنا إلى التفكير حول حاضرنا. هذه هي الفكرة التي وراء البحث الذي أود أن ألقيه عليكم. فعنوان هذا البحث هو تجديد الأصول، نشأة الفكر العلمي والفلسفي في الإسلام. يجمع مؤرخ العلوم العربية والفلسفة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم الفكرية على القول بأهمية الأصول اليونانية، ويعرفون حق المعرفة أنهم إذا أهملوا الأخذ بهذه الأصول فلن يمكنهم بحال فهم نشأة الفكر العلمي والفلسفي في الإسلام ومن بعد في أوروبا اللاتينية. وهذا الإجماع لا يدعو للدهشة، إذ يكفي الاطلاع على التطور الفعلي لحقول العلوم والفلسفة في الإسلام لمعرفة أثر هذه الأصول اليونانية، بل يكفي قراءة ما أتى به المؤرخون ومؤلفو كتب الطبقات كإسحاق الناديم مثلا. ويعرف مؤرخ العلوم والفلسفة أيضا تعدد هذه الأصول وكثرتها مما ميز ظاهرة الترجمة من اليونانية إلى العربية عن كل الظواهر المماثلة مثل الترجمة سواء من اليونانية إلى السريانية أو من العربية إلى اللاتينية فيما بعد.
وعلى الرغم من ذلك لم تحظ هذه الأصول بالاهتمام الذي تستحقه، فلم يزل أكثرها لم يحقق بعد التحقيق المتأني المطلوب، ولم يدرس بعد حق الدراسة. هذا هو حال ماجستي بطلميوس وأصول إقليدس وكتب جالينوس على سبيل المثال، وهو أيضا حال الكثير من الأصول الفلسفية رغم ما بذله عبد الرحمن بدوي من جهد مشكور. فغياب المؤسسات الجادة لتهيئة المتخصصين في الوطن العربي والإسلامي هو المسؤول. حقا لقد قام بعض المستشرقين مشكورين منذ القرن التاسع عشر بدراسة ترجمة هذا الأصل أو ذاك إلى العربية، إلا أن القصد لم يكن معرفة دور هذه الأصول في تكوين الفكر العلمي والفلسفي العربي، وإنما إلى ترميم المؤلفات اليونانية التي فقدت في لغتها الأم، ولم يبق إلا ترجمتها العربية، وذلك لمعرفة التراث اليوناني. وأدى هذا النحو من الدراسة إلى نسيان ما هو أساسي في ظاهرة النقل، أعني دوافع النقل وامتداد هذا النقل والصور المختلفة التي اتخذها، أو بعبارة أخرى إلى دوره في نشأة الفكر العلمي والفلسفي بالعربي. ولفهم هذه الظاهرة علينا إذن التخلي عن مفهوم النقل والترجمة المهيمن والمنتشر، بل علينا أن نرجع إلى تأريخ نشأة الفكر العلمي والفلسفي ودور الأصول اليونانية فيه. عندئذ سنرى أن هذا النقل لم يكن نقل نسخ وتقليد واستيعاب، ولكنه كان نقل إصلاح وتجديد أدى إلى خلق فكر علمي وفلسفي جديد. هذا ما سأحاول بيانه رغم ضيق الوقت وقصر الباع. سأقتصر في عرض هذا إذن على بعض الأمثلة، وخاصة مثل الكندي العالم والفيلسوف. وأود قبل الحديث عن نقل الأصول أن أشير إلى ثلاثة أمور: أولها عدم التواصل التاريخي للبحث العلمي رغم التواصل الحضاري والثقافي في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط. ثانيها البعد الاجتماعي لظاهرة نقل الأصول اليونانية إلى العربية. وثالثها هو الموقف المعرفي الذي تبنته جمهرة العلماء والفلاسفة إزاء الإرث العلمي والفلسفي اليوناني. يرجع عدم تواصل البحث العلمي بعد الفترة الهيلينستية وما بعدها إلى توقف البحث الخلاق في الرياضيات والعلوم باليونانية في غضون القرن الثالث الميلادي. ففي هذا القرن والقرن الذي يليه القرن الرابع غلب الشرح على الابتكار، كما يشهد على ذلك أعمال بابوس الإسكندراني في القرن الثالث، وأعمال ثيون الإسكندراني في القرن الرابع، وابنته هيباثيا. كانت الفلسفة أسعد حظا من العلوم، إلا أنها أصبحت هي الأخرى فلسفة كبار الشراح مثل سمبليكيوس ويوحنا النحوي. وعلى تصاريف الأحوال خمدت نار الفكر واختفت أثار الأعمال الهامة قبل ظهور الإسلام بقرن على الأقل. أما عن البعد الاجتماعي لظاهرة نقل الأصول اليونانية إلى العربية فلم يدرس بعد، ولكن يمكن لفت النظر إلى أمرين هامين. أولهما هو نقل دواوين الدولة البيزنطية وترجمتها إلى العربية قبل نقل النصوص العلمية والفلسفية. وخلال نقل الدواوين نقل معها كثير من المعارف المرتبطة بالدواوين، أعني من حساب
وهندسة أولية وتقنيات متعددة. في هذه الفترة التي شهدت تعريب الدواوين والنقود وأسلمت المجتمع خاصة في خلافة هشام بن عبد الملك، أخذ البعض المبادرة لنقل بعض الأعمال اليونانية، ويدل على هذا ما يروى عن خالد بن يزيد وغيره، سواء أكانت هذه الروايات صحيحة أم لا، فهي تدل على بداية الاهتمام بالترجمة لتلبية حاجات آنية، وذلك بفضل مبادرات فردية. بعد هذه الفترة ومع بداية الدولة العباسية تكاثر عدد الترجمات، وبدأت ترجمة الأصول، ولعل أولها كان نقل مقدمة ثيون الإسكندراني لكتاب الماجستي لبطليموس، وهي الترجمة التي وصفها النديم في فهرسه بأنها نقل قديم. أدت سياسة تنفيذ المشاريع الضخمة التي ارتبطت بانتقال السلطة إلى العباسيين، وخاصة تخطيط المدن بما استلزمته من معارف فلكية وهندسية وحسابية، إلى تشجيع الترجمة، كما يشهد على ذلك ما تم في خلافة المنصور، فعند تأسيس بغداد مثلا ظهرت مسائل جديدة حثت على البحث في تأليف الجداول الفلكية والمعارف الجغرافية الرياضية، وكذلك بعض المعلومات الهندسية مثل إسقاط الكرة على سطح مستوي إلى آخره. وهنا بدأت ترجمة الأصول. وباختصار شديد، كان لتدخل السلطة السياسية ودعوتها إلى نقل بعض الأصول اليونانية وكذلك بعض الأصول من لغات أخرى، وذلك للإجابة على حاجات بحث جديد، وأكرر للإجابة على حاجات بحث جديد، كان لها أثرا كبيرا لبداية مرحلة ثانية من مراحل الترجمة مع بدايات الخلافة العباسية. هذا الشكل الاجتماعي باختصار. بقي الموقف المعرفي لعلماء هذه الفترة، يعني في القرن التاسع الميلادي، وهنا سأترك الكلمة لأبي يوسف الكندي، يقول استشهاد: وينبغي لنا ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاسية عنا والأمم المباينة، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق، وليس يخص الحق ولا يصغر بقائله ولا بالآتي به، ولا أحد يخص بالحق، بل كل يشرفه الحق. ويقصد الكندي بالأجناس البعيدة والأمم المباينة اليونان خاصة. ويعبر موقف الكندي هذا عن موقف عام، فلم يرفض العلم على أنه دخيل، ولم ينظر إلى الأوائل شذرا ولا إلى أفكارهم بغضا، إلا في فترات متأخرة ضعف فيها المجتمع الإسلامي وفي حلقات المتزمتين. إلا أن تبجيل الأوائل كما قال الدكتور يوسف زيدان لم يحل دون الخلق والابتكار، كما لم يحل دون النقد والاعتراض، فالكندي نفسه لن يتردد كما سنرى في نقد إقليدس، أو كما قال: لا شيء أولى بطالب الحق من الحق. نقل بعض الأصول اليونانية وكذلك بعض الأصول من لغات أخرى، وقد يعود إلى هذه المرحلة الوسيطة عدة ترجمات قديمة بقيت مجهولة حتى عهد قريب. تسارعت فيما بعد حركة النقل لتدخل مرحلة ثانية، حيث أصبحت الترجمة مؤسسة، هنا انتقلت من مجهودات فردية أو شبه يعني خاصة تشجعها السلطة السياسية، إلى أن الترجمة نفسها أصبحت مؤسسة ومهنة في آن واحد. فلقد تميز هذه المرحلة عن تلك التي سبقتها بعدد الأصول التي ترجمت، وتنوع هذه الأصول، ومهارة المترجمين، وتخصص المترجمين. ففي هذه المرحلة أصبحت الترجمة مهنة علمية ومؤسسة.
هذا التحول بدأ في عهد المأمون كما تعرفون، واستمر في تصاعد مع خلفاء المأمون، ويعود إلى أسباب عدة، أحدها هو التحول في المجموعة الإجمالية للمعارف، أن المجموعة الإجمالية للمعارف تعددت وكبرت. فبين منتصف القرن الثامن الميلادي ومنتصف القرن التاسع ظهرت عدة علوم ترتبط مباشرة بالمجتمع الجديد بعقيدته وبتنظيمه. ظهرت مثلا العلوم اللازمة لفهم النصوص الدينية وتفسير هذه النصوص، وظهر كذلك طيف كامل من العلوم اللغوية بما فيه علم المعاجم المبني على بحث جديد في علم الأصوات وعلى وسائل رياضية التحليل التوافقي مع الخليل بن أحمد، وكذلك علم الكلام بمدارسه المتعددة، وكذلك العلوم التاريخية بما فيها علم الرجال والتحليل النقدي، وكذلك الفقه ومدارس الفقهاء وأصول الفقه وعلم الفرائض بل وحساب الفرائض كما نجد عند تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك علم التفسير إلى آخره. ولقد بينت عند تحقيق كتاب محمد بن موسى الخوارزمي في الجبر ما تدين به نشأة هذا العلم الجديد، أعني الجبر، إلى علم اللغة وإلى حساب الفرائض عند الفقهاء من مدرسة أبي حنيفة. نرى إذن أن موسوعة العلوم أضحت في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع بعيدة كل البعد عن الموسوعة اليونانية. وسيقدم أبو نصر الفارابي لاحقا في كتابه إحصاء العلوم لوحة إجمالية عن محتوى هذه الموسوعة الجديدة. غير أن الموسوعة الجديدة لم تعكس فقط تنوع العلم وثقافة العصر، بل عكست أيضا ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الاختصاص المتزايد. لم يعد كافيا القول بأن هذا العالم أو ذاك ينتمي أساسا إلى فن أو فنين مترابطين، كونه متكلما وفقيها مثلا، أو بل يجب داخل الفن تحديد المدرسة التي ينتمي إليها، الكوفة أو البصرة لعالم النحو، البصرة وبغداد للمتكلم إلى آخره. ولقد زاد عدد المتخصصين باستمرار مما أدى، وهذا هو الهام، مما أدى إلى تكوين مجتمع من العلماء والمثقفين في حاجة إلى معارف جديدة في الفلسفة، في الفيزياء على سبيل المثال لمناقشة مسألة الجوهر الفرد مثلا، في علم الهيئة، ومن ثم في الرياضيات إلى آخره. يعني أصبح هناك مجتمع، أصبح هناك جمهور يطلب هذا العلم. واستدعت وظائف الديوان وكذلك وظيفة الكاتب ووظيفة المحتسب إلى ثقافة عامة في ميادين متعددة، الحساب، الفقه، الأدب إلى آخره. وهكذا أصبح لعلوم الأوائل من فلك ورياضيات ومناظر حاجة وجمهور، مما يفسر ازدياد الطلب على ترجمة وتحول الترجمة إلى مؤسسة. وحول الإرث اليوناني إلى مؤسسة نفسه، أو بعبارة أخرى كان البحث فيما يمكن أن نسميه الآن العلوم الإنسانية والاجتماعية هو الذي هيأ الطريق إلى البحث في العلوم الرياضية، ومن ثم إلى نقل علوم الأوائل. أما عن المؤسسات الجديدة فكما تعرفون فلم تكن تضم أفرادا فحسب كما كان الحال في السابق، بل مجموعات وفرقا متنافسة، مجموعة الكندي ومساعديه، مجموعة بني موسى وفريق حنين بن إسحاق إلى آخره. كل ذلك شكل وسائل لدمج واستيعاب الإرث اليوناني في المدينة العلمية الجديدة. كما تعرفون جميعا ضم بيت الحكمة في بغداد الذي علماء
علماء فلك مثل يحيى ابن أبي منصور، ومترجمين من اليونانية مثل الحجاج بن مطر مترجم كتاب الأصول لإقليدس والماجستي لبطلميوز، وعلماء رياضيات منهم الخوارزمي، كما دم لاحقا فريق بني موسى. يظهر تنظيم الترجمة في تلك الحقبة سمتين مترابطتين. جرت الترجمة على نطاق واسع ولم تقتصر على المؤلفات ذات الهدف التطبيقي أو العملي كما يقول البعض، وقد تم أكثر من مرة أن أعيد ترجمة كتاب ترجم من قبل في المرحلة الأولى أو في بداية المرحلة الثانية، وهكذا ترجم كتاب الأصول لإقليدس 3 مرات، وترجم الماجستي لبطلميوس على الأقل 3 مرات، وأعادة الترجمة هذه تجاوبت مع تغيير معايير الترجمة. أصبحت الترجمة عمل أفراد ينتمون إلى مدارس ومجموعات متنافسة، وأصبح المترجم ذا تكوين متعدد، فهو يعرف اليونانية أو على الأقل السريانية ويجيد اللغة العربية، وخبير في العلم الذي يترجمه. ولعل سيرة حنين بن إسحاق المعروفة خير دليل على هذا، فلقد تعلم الطب عند يوحنا بن مساوي، ثم ذهب إلى البصرة ليتقن العربية على يد الخليل بن أحمد، ورحل إلى أحد إحدى المدن اليونانية لإتقان اللغة اليونانية. كل هذه السمات التي اتسمت بها الترجمة في مرحلتها الثانية تكشف عن ظاهرة لم يلتفت إليها، وهي الصلة الحميمة بين نقل الأصول والبحث العلمي الجديد، وهذه العلاقة هي التي سأقف عليها الآن. لا يمكن بحال فهم نقل الأصول من اليونانية إلى العربية إذا نسينا البحث العلمي والفلسفي، فالبحث العلمي والفلسفي كان الضوء الهادي لاختيار الكتب التي ترجمت، وهو الذي حدد معايير الترجمة. وسأستعين ببعض الأمثلة لتوضيح هذه الجدلية بين النقل والبحث، واختيار هذه الأمثلة يخضع إلى أنها تعبر عن ظروف وأوضاع مختلفة. وسأأخذ هذه الأمثلة من علم المناظر، ومن علم الهندسة، ومن علم العدد، ومن علم الهيئة. وسأبدأ بعلم المناظر وبعناوين الأصول اليونانية التي نقلت إلى العربية وأسماء مؤلفيها. هذا هو أمامكم. جيد. أولا، نقلت ما نقل إلى العربية: 1 كتاب المناظر لإقليدس الذي ترجم إلى العربية 2 على الأقل، إحداهما قبل منتصف القرن 9 الميلادي. شرح الكندي هذا الكتاب شرحا نقديا انطلاقا من أبحاثه في علم المناظر. سأركز على الكندي حتى أحدد، يعني لا يكون هناك تشتت، لكن الكندي ليس أكبرهم وليس أهمهم. ثانيا، كتاب المناظر لبطلميوس، وهو ما أهم ما كتب في اليونانية في هذا العلم، فقد فقد نصه اليوناني كما فقدت ترجمته العربية التي لم تتم على الأرجح قبل نهاية القرن 9 الميلادي، أي بعد وفاة الكندي، ولم يبق من هذا الكتاب سوى الترجمة اللاتينية للترجمة العربية. ثالثا، كتاب علم انعكاس الضوء المنسوب لأقليدس، ولقد بينا على وجود أثار منه بالعربية خصوصا في كتاب قسطى بن لوقا، وعنوانه في علل ما يعرض في المرايا من اختلاف المناظر. 4 كتاب المرايا المحرقة لديوقليس، فقد الأصل اليوناني ولم يبق إلا النقل العربي، وهو نقل مبكر كما يتبين من فحص المفردات والعبارات المستخدمة. 5 المرايا المحرقة، وهو جزء من كتاب المنفرقات الميكانيكية لأنسيموس الترالي،
النص اليوناني الذي وصل إلينا غير كامل، ترجم هذا الكتاب إلى العربية مرتين أو ربما ثلاث مرات. تمت الترجمة الأولى قبل منتصف القرن التاسع، كما تمت الترجمة الثانية فيما بعد. وانتقد الكندي أنثيميوس وأصلح بعض براهين في كتابه في الشعاعات الشمسية، وطور هذا الكتاب فيما بعد عطارد الحاسب في القرن العاشر. سادسا، كتاب المرايا المحرقة وجوامع المخروطات، وهي ترجمة عربية لكتاب يوناني مفقود لمؤلف اسمه ديترومس في القرن العاشر. يضاف إلى هذا إلى هذه المجموعة عدة عناوين أقل أهمية، ككتاب علم انعكاس الضوء لهيرون الإسكندراني، ولقد بقيت مقاطع عدة مقاطع من ترجمة عربية قديمة. يعني باختصار شديد، ترجم أغلب التراث اليوناني في المناظر كما ترون، وترجم ما بين القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. هذه طبعا شكرا. هذه هي مجمل النصوص التي نقلت إلى العربية. المناظر دي بتغطي إيه بالنسبة للعلم الحديث؟ كلمة المناظر، علم المناظر أو ما يقولون عنه الأوبتكس، هي كل ظواهر الضوء بتغطي جانبين. تغطي أولا كل ظواهر الضوء، ما هو الضوء، انتشار الضوء، انعكاس الضوء، انكسار الضوء، إلى كل هذه المظاهر التي هي جزء هام من علم الطبيعيات. هذا من ناحية. وكانت تغطي في نفس الوقت اللي هي نظرية الرؤية وكيف تتم الرؤية ومشاكل الرؤية وأخطاء الرؤية إلى آخره. يعني في الجانب الطبيعي اللي هو جزء من الطبيعيات، وفي الجانب الفيزيولوجي والنفسي الذي هو جزء من علم الحياة وأيضا من علم النفس. هذا هو باختصار شديد ما تغطيه المناظر. طبعا الجزء الطبيعي هو جزء رياضي، لا يمكن عمل المناظر إلا من خلال الرياضيات ومن خلال الهندسة خاصة، وفيما بعد وسائل رياضية أخرى، لكن في هذه الفترة كانت هي الهندسة. أقول هذه هي مجمل النصوص التي نقل إلى العربية. إذن نستخلص، نقل إلى العربية المؤلفات اليونانية الأساسية في هذا المجال. نقل النص نفسه أكثر من مرة أحيانا. نقلت عدة مؤلفات إلى العربية قبل منتصف القرن التاسع. خضعت هذه الأصول منذ البداية إلى نقد وتجديد، مما يبين، وهذا هو الهام، مما يبين أنها ترجمت من أجل البحث العلمي. ولبيان هذا فلنأخذ على سبيل المثال كتاب واحد من هؤلاء، وهو كتاب المفارقات الميكانيكية لأنثيميوس الترالي. أنثيميوس الترالي هو من القرن السادس وكان يعيش في بيزنطيا. نقل هذا الكتاب إلى العربية في الوقت الذي بدأ فيه الكندي وقسطى بن لوقا البحث في هذا الميدان. فلقد كتب الكندي رسالة كاملة عن المرايا المحرقة. المرايا المحرقة هي مرايا تستقبل شعاع الشمس وتحرق فيما بعد. ينتقد الكندي مواضع الضعف في كتاب أنثيميوس، ويبرهن على مجموعة كبيرة من النتائج الجديدة. وهذا التقدم الذي أحرزه الكندي وآخرون من بعد الكندي أدى إلى نتيجة فيها شيء من المفارقة. فمن ناحية حث هذا التقدم على القيام بترجمة جديدة أفضل من الترجمة الأولى لكتاب أنثيميوس، استخدمها خلفاء الكندي مثل عطارد الحاسب وابن عيسى إلى آخره. ومن ناحية أخرى أدى إلى حصر دور ترجمة هذا الأصل اليوناني في قيمته التاريخية فقط. بما أن الكندي تجاوزه أصبح لهذا الكتاب قيمة تاريخية وليست قيمة علمية بالمعنى الكامل. وبالفعل لم يبقى لكتاب أنثيميوس فيما بعد عند العلماء الكبار مثل العلاء بن سهل وابن الهيثم إلى آخره سوى ذكرى باهتة. أقصد لم يذكر إلا عند التأريخ لهذا الفصل من المناظر. وما تم مع أنثيميوس تم أيضا مع أصل من أصول علم المناظر، أعني كتاب المناظر لأوكليدس.
سيرجلدين أول شرح نقدي معروف في التاريخ لكتاب إقليس، ويبين عنوان كتاب الكندي بصورة جلية قصد الكندي، فعنوان الكتاب هو تصحيح الخطأ والمشكلات لأقليدس في كتابه الموسوم بالمناظر. احنا في القرن التاسع الميلادي، ان تتكلم على أقليدس، ان تنقد كتاب أقليدس وهو الكتاب الأساسي في هذا الميدان، هذا موقف جديد وجديد تماما. كتب الكندي كتابه هذا بعد تأليفه، لم يكن أول كتاب ولكن ثاني كتاب، بعد تأليفه كتابا آخر عنوانه في اختلاف المناظر. فقد فقد هذا الكتاب اللي هو اختلاف المناظر، ولم يبق إلا ترجمته اللاتينية وهي بعنوان Liber de causis diversitatum aspectus. يبحث الكندي في هذا الكتاب الانتشار المستقيم لأشعة الضوء، وذلك عن طريق اعتبارات هندسية تتعلق بالظلال وبمرور الأشعة عبر الثقوب إلى آخره. درس بعد هذا المبادئ الرئيسية للرؤية، وعدل نظرية الشعاع البصري الموروثة من القدماء. القدماء كانوا يعتقدون أن الضوء يخرج من العين على شكل مخروط شعاعي، فهو عدل هذه النظرية، وأنهى كتابه بدراسة الانعكاس على المرايا وقانون الانكسار، وكان برهان الكندي هندسيا وتجريبيا. والقصد من وراء التفكير المقتدب والسريع بمضمون هذا الكتاب هو بيان نمط البحث في المناظر قبل منتصف القرن التاسع الميلادي، وكذلك بيان المسافة التي تفصل هذا البحث عن علم المناظر الأقليدسي. بعد أن أنهى الكندي كتابه دي أسبكتوس، كتب شرحه النقدي لمناظر إقليدس. لماذا أصر على هذا؟ لأبين أن التسلسل الزمني يفسر لنا معنى الشرح النقدي. يقوم الكندي بفحص قضايا أقليدس الواحدة بعد الأخرى على ضوء نتائج أبحاثه في هذا الكتاب المفقود وهو كتاب المناظر، ويصوب ما بدا له غير صحيح عند أقليدس، ويقترح براهين أخرى، ويحاول أن يكشف على قدر ما يستطيع الأفكار الغامضة في كتاب أقليدس. تبين أعمال الكندي في المناظر وكذلك في المرايا المحرقة حالة مثالية من التلازم بين نقل الأصول اليونانية وبين تجديد هذه الأصول بالبحث، كما توضح أنه لا يمكن فصل ترجمة الإرث اليوناني عن البحث الجديد. وهنا نرى كيف نشأ الفكر المناظري في اللغة العربية. أما الأصل الثاني الهام في علم المناظر فهو كتاب بطلميوس، وليس لدينا للأسف ما يمكن من تحديد تاريخ ترجمة هذا الكتاب. إن أول من ذكر هذه الترجمة هو العلاء بن سهل في منتصف النصف الثاني من القرن العاشر في كتابه عن الحراقات. ويبدو أن نقل هذا الكتاب وهو أهم ما كتب باليونانية في علم المناظر قد أنجز في نهاية القرن التاسع أو بداية القرن العاشر، ولقد ترجم هذا الكتاب أيضا لحاجة البحث الجديد الذي قام به العلاء بن سهل حول انكسار الضوء، والذي وصل به إلى القانون المعروف قانون سنيل ديكارت. باختصار، مع رأينا مع علم المناظر الهندسي مثلا من جدلية الترجمة والبحث، رأينا كيف تترابط مراحل كل منهما، وكيف ارتبط الترجمة بالبحث الجديد. ترجم إقليدس وديوكليس وأنثيميوس بالتزامن مع أبحاث الكندي وقسطى بن لوقا وغيرهم، ولقد حث تطور هذه الأبحاث والدراسات على تجديد الترجمة، ومن ثم على إعادة ترجمة هذه الكتب. لم يكن نمط العلاقة بين الترجمة والبحث أو نمط تجديد الأصول ونشأة الفكر الإسلامي هو النمط الوحيد
في المناظر، نشأة الفكر المناظري في الإسلام هو النمط الوحيد. فلقد تعددت الأنماط وتكاثرت، وسأذكر ثلاثة أنماط أخرى لا تتطابق مع النمط السابق. الأول منها لا يتلازم فيه البحث مع النقل، بل البحث يسبق النقل، وهنا أتت الترجمة من أجل إغناء بحث كان قد بدأ ونشط وازدهر بالعربية من قبل. تبدو الترجمة هذه المرة كأنها إعادة تنشيط أصل قديم، وكذلك تفسير هذا الأصل تفسيرا لم يخطر على بال صاحبه اليوناني. يعطينا كتاب ديوفانتوس الإسكندراني وعنوانه في المسائل العددية مثالا نموذجيا على هذا النمط. ولفهم هذا النمط سأبدأ بالتذكير ببعض النقاط. ألف ديوفانتوس كتابه في حوالي القرن الثاني، يعني نحن غير متأكدين من التاريخ، ولكن نقول القرن الثاني أو الثالث. أقول إذن ألف ديوفانتوس كتابه لبناء نظرية عددية، نظرية في الأعداد، عناصرها الأعداد الصحيحة والكسور على اعتبارها كسور مقادير. ويتبين ويتكون هذا الكتاب من 290 مسألة سيالة أو غير محدودة، أي لها العديد من الحلول، ربما عدد لا يحصى من الحلول. على سبيل المثال نأخذ مسألة بسيطة، نريد أن نجد عددين مربعين يكون مجموعهما مربعا، وهذه المعادلة التي يمكن أن تكتبها سين تربيع زائد ص تربيع تساوي ألف تربيع، وهذه لها عدد لا نهائي من الحلول. هذه هي بعض المسائل التي كان يعالجها ديوفانتوس في كتابه. هذا يكفي. ألف محمد بن موسى الخوارزمي في حدود عام 830 كتابه في الجبر، ويعتبر بحق هذا الكتاب بداية لعلم جديد، أي الجبر كعلم رياضي يختلف عن الحساب وعن الهندسة. يدرس الخوارزمي في هذا الكتاب نظرية المعادلات من الدرجتين الأولى والثانية، وخوارزميات حل هذه المعادلات وبرهان هذه الخوارزميات. تابع خلفاء الخوارزمي البحث في الجبر، وأضاف أبو كامل شجاع بن أسلم فصلا كاملا في المعادلات السيالة، أي المعادلات التي لها أعداد لا نهائية من الحدود أو في التحليل لا محدود. كتب أبو كامل كتابه في القاهرة وفي بغداد في نفس الوقت. قام قسط بن لوقا بترجمة 7 فصول من كتاب ديوفانتوس. ومما يلفت النظر أن قسطة غير عنوان الكتاب من المسائل العددية إلى صناعة الجبر، رغم أن كلمة الجبر لا تنتمي بحال إلى قاموس الرياضيات اليونانية، وأخذ في ترجمته بعبارات الخوارزمي، أي أنه قرأ كتاب ديوفانتوس بعيون الخوارزمي فغير عبارات ديوفانتوس ومفاهيم ديوفانتوس، أو بعبارة أخرى أعطى أثناء الترجمة تفسيرا جبريا لكتاب في نظرية الأعداد. كان هذا هو الحال في العقدين الأخيرين من القرن التاسع من جهة. أسس الخوارزمي علما جديدا الجبر، أضاف إليه أبو كامل فصلا جديدا في التحليل اللا محدود، ومن جهة أخرى ترجم قسطة بن لوقا كتاب يعالج مسائل إذا ما قرأت على ضوء هذا العلم الجديد أو ترجمت بتعابيره تصبح تابعة له. وباختصار شديد، كان لهذه الترجمة كان لهذه الترجمة بالصورة الجبرية التي حدثت أثرا كبيرا في تطوير جزء كبير من فصول علم الجبر ومن فصول نظرية الأعداد. واسمحوا لي أن لا أدخل في هذا إلا إذا سئلت، حتى لا ندخل في مسائل تقنية. قمت إذن بفحص نوعين من نقل الأصول، النقل المرافق للبحث في حقل البحث وفي حقل البحث ذاته،
والنقل الذي لحق بالبحث وعلى فترة من الزمن وانتهى إلى دمج المنقول في تقليد علمي مختلف عن تقليده الأول. أما عن الترجمة نفسها فقد تطورت مع البحث من ترجمة الأديب الطبيب إلى ترجمة المترجم العالم مثل قسطى بن لوقا وحنين بن إسحاق. ولقد ساد الأسلوب الأخير أكثر فأكثر مع تقدم القرن، إلا أن هذين النوعين وهذه الأساليب لم تكن الوحيدة، فهناك النقل الذي لم تكن دوافعه نشاط بحثي واحد ولكن مجموعة من الأعمال البحثية التي سبق أن تشكلت. وسنجد نموذجا مثاليا لهذه المسيرة في الميادين المتخصصة الصعبة، وهنا سيقوم بالنقل والمراجعة لا الأديب الطبيب ولا المترجم العالم، ولكن العالم المترجم مثل ثابت بن قرة. ومثلا على هذا كتاب ترجمة كتاب المخروطات لأبولونيوس الإسكندراني. من المعروف أن دراسة القطوع المخروطية تمثل الجزء الأكثر تقدما في الهندسة اليونانية، ويضم كتاب أبولونيوس هذا مجموع المعارف التي أنتجها علماء الهندسة في الإسكندرية قبل أبولونيوس وفي وقت أبولونيوس، والتي أغناها أبولونيوس بإسهامه العظيم. وقد ظل هذا الكتاب المرجع الأكمل في دراسة المنحنيات المخروطية حتى القرن 18 الميلادي على الأقل. عالج علماء النصف الثاني من القرن التاسع مسائل تقتضي اللجوء إلى القطوع المخروطية، فلقد واجهتهم مسائل طرحها علم الفلك وعلم المناظر، وكذلك تحديد مساحات وحجوم السطوح والمجسمات المنحنية إلى آخره. ولمعرفة هذا يكفي أن نقرأ لائحة أعمال الكندي والمروذي والفرغاني وبني موسى، فقد لجأ الفرغاني مثلا إلى القطوع المخروطية لدراسة نظرية الإسقاطات المخروطية اللازمة لنظرية الأسترولاب، وظهر في ذلك العقد مع بني موسى اتجاه جديد في البحث الهندسي. بدأ الاهتمام في آن واحد بهندسة المخروطات وبقياس المساحات والحجوم المنحنية التي تتطلب دخول أفكار اللامتناهيات في تحديد هذه المساحات وهذه الحجوم. باختصار شديد يعني سأقولها في كلمات، من بنو موسى هم ثلاث أخوة، أحمد ومحمد والحسن، والحسن هو أصغرهم. برع الحسن بن موسى وهو أصغر الأخوة الثلاث في هذا الحقل. تصور الحسن بن موسى نظرية في القطع الناقص دون معرفة بنظرية أبولونيوس ومختلفة تماما عنه، ولقد درس الحسن بن موسى القطع الناقص باعتباره قطع اسطوانة وليس قطع مخروط. وهنا بدأ البحث عن كتاب أبولونيوس، وهذه القصة قصة لطيفة جدا، كيف بدأ البحث عن كتاب أبولونيوس، كيف توفي الحسن ثم ذهب أخوه إلى دمشق فعثر على مخطوطة لكتاب أبولونيوس إلى آخره إلى آخره. ولكن يعني ما أريد أن أقوله هنا حتى لا يطول الوقت، ما أريد أن أقوله هنا أن بدأ البحث في المخروطات قبل البحث عن كتاب أبولونيوس نفسه، ثم بحث عن هذا الكتاب ثم ترجم لمواصلة هذا البحث الجديد في القطوع المخروطية. وكان طبعا لترجمة هذا لابد من تخصص كبير وعلم كبير، فالذي ترجمه هو ثابت بن قرة وهو من أكبر المتخصصين في هذا الوقت. قد يظن البعض أن هذا المثل هو حالة خاصة نظرا للمستوى الهندسي الرفيع لثابت بن قرة، ولا شك أن لهذا المستوى الكثير من الأهمية، إلا أن بيت القصيد ليس هنا، فثابت بن قرة نقل إلى العربية كتاب نيقوماخوس الجراشي مقدمة في علم العدد، وهو الكتاب الذي لخصه ابن سينا في الشفاء، وهو أيضا
الذي راجع ترجمة أصول أقليدس وانطلاقا من دراسة أقليدس للأعداد التام. من الترجمات التي قام بها ثابت بن قرة كتاب نيقوماخوس الجرشي، أيضا بيت القصيد هنا عندما ترجم في كتاب نيقوماخوس القرشي في نظرية اسمها نظرية الأعداد المتحابة، لن أدخل فيها، نظرية الأعداد المتحابة، وفي نظرية في كتاب أقليدس وهي نظرية الأعداد التامة. ما قام به ثابت بن قرة أن ما يعرفه اليونان في الأعداد المتحابة هم عددين 220 و 284، وهنا سيصوغ ثابت بن قرة أول نظرية عددية عن الأعداد المتحابة وعن الأعداد التامة، وهذه النظرية لا زالت هي نظرية أساسية إلى اليوم. يعني مرة أخرى ترون العلاقة بين الترجمة وبين البحث. رأينا أن جدلية النقل والبحث وطابعها التقني أو ما سميته بتجديد الأصول هي إحدى أسس نشأة الفكر العلمي في ميدان المناظر والرياضيات بل والعلوم الرياضية عامة، وهذا ما نجده أيضا في علم الهيئة، وخاصة عندما نقل كتاب بطلميوس المجستي إلى العربي. وسأبدأ بعبارة من عالم القرن الثاني عشر ابن الصلاح، يقول استشهاد: وكان قد حصل من كتاب المجستي 5 نسخ مختلفة اللغات والتراجم، منها نسخة سريانية قد نقلت من اليوناني، ونسخة ثانية بنقل الحسن بن قريش للمأمون من اليونانية إلى العربية، ونسخة ثالثة بنقل الحجاج بن يوسف بن مطر وابن سرجون للمأمون أيضا من اليونانية إلى العربية، ونسخة رابعة بنقل إسحاق بن حنين لأبي صقر بن بلبل من اليونانية إلى العربية، وهي دستور إسحاق وبخطه، ونسخة خامسة بإصلاح ثابت بن قرة لنقل إسحاق بن حنين. انتهت الاستشهاد. يبين لنا ابن الصلاح أن خلال نصف قرن من الزمان كان قد تم 3 ترجمات على الأقل لكتاب المجستي، هذا بالإضافة إلى مراجعة لإحدى الترجمات قام بها أحد أئمة الرياض في هذا العصر. ولم ينقل المجستي وحده في القرن التاسع، بل ترجم إلى العربية كل ما كتب في اليونانية في علم الهيئة عدا بعض الاستثناءات. ويبين ابن الصلاح أيضا أن خلال عقدين وهي فترة خلافة المأمون ترجم كتاب المجستي 2 مرات. كيف يمكن تفسير مثل هذه الوقائع؟ يعني اليوم لا يمكن أن يتم هذا، فكيف يمكن تفسير هذا؟ علينا أن نرجع لأحد علماء العصر لفهم ما تم دون أن نضل الطريق. أما هذا العالم فهو حبش الحاسب، وهو من أكبر علماء الهيئة. يصف حبش حالة البحث في علم الهيئة قبل خلافة المأمون فيقول استشهاد: إن علماء الهيئة كانوا قد وضعوا لذلك أصولا، وادعوا في معرفة الشمس والقمر والنجوم علما عظيما، ولم يأتوا ببرهان واضح ولا قياس صحيح. انتهى. ويواصل حبش روايته فيذكر أن الوضع بقى على حاله حتى خلافة المأمون، ومعها بدأ التحقق من صحة الجداول الفلكية الأزياج التي سبق أن نقلت إلى العربية. فلقد نقل إلى العربية قبل خلافة المأمون، يعني قبل سنة 813، زيج السند هند، زيج الأركاند للبراماجوبتا، زيج الشاه عن الفارسية القديمة، والقانون اليوناني أو ما يعرف بالأزياج الميسرة وأزياء أخرى. جرت إذن مقارنة هذه الأزياج وأفضت كما يقول حبش إلى أن استشهاد كل واحد منها يوافق الصواب أحيانا ويبتعد عن منهج الحق أحيانا. انتهى. ومن ثم لا يمكن
أن يثق به. من قام بالمقارنة أي بهذا البحث في علم الهيئة؟ لا يجيب حبش على هذا السؤال، ولكننا نعرف أن بعض هذا العمل كان قد بدأ قبل عهد المأمون مع الفزاري ويعقوب بن طارق، وأن محمد بن موسى الخوارزمي قد ألف زيجا معروفا باسمه. ونعرف أيضا أن الفرغاني وحبش نفسه وغيرهما كان من هذا الجيل الذي أعاد إلى البحث في علم الهيئة نشاطه بعد عدة قرون خمل فيها هذا البحث. يعني بعد القرن الثاني الميلادي لم يكن هناك بحث هام في هذا الميدان قبل هذه الفترة. بعد أن تمت مقارنة الأزياج وعلى أثر النتيجة السلبية التي أدت إليها المقارنة، يقول حبش استشهاد: أمر المأمون يحيى ابن أبي منصور الحاسب بالرجوع إلى أصل كتب النجوم وجمع علماء أهل هذه الصناعة وحكماء أهل زمانه ليتعاونوا على البحث على أصول هذا العلم والقصد لتصحيحه. العبارة ليست لي، هذا استشهاد منه: ليتعاونوا على البحث على أصول هذا العلم والقصد لتصحيحه، إذ كان بطليموس القلوذي قد أقام الدليل على أن درك ما يحاول علمه من صناعة النجوم غير ممتنع. نفذ يحيى ابن أبي منصور ما أمر به المأمون، فاختار هو وأصحابه الماجستي ككتاب أساسي أو مرجعي، والأرجح أن تكون ترجمة الحجاج بن يوسف لهذا الكتاب بأمر المأمون. هذه واحدة. الأخرى: أمر المأمون كذلك ببناء مرصدين، أحدهما في بغداد والآخر في دمشق. رصد يحيى بن أبي منصور وأصحابه في بغداد حركة الشمس والقمر في أوقات مختلفة. كلف المأمون بعد وفاة يحيى بن أبي منصور عالما آخر وهو خالد بن عبد الملك المروذوذي في دمشق بعمل أول رصد متواصل عرف في تاريخ علم الهيئة، وهو رصد لحركة الشمس والقمر على مدار سنة كاملة. هذا منهج جديد في علم الهيئة، بمعنى أن الرصد قبل هذا هو رصد مؤقت، هذا لأول مرة يحدث رصد متواصل لمدة سنة لحركة الشمس والقمر. لقد ترجم إذن كتاب الماجستي مرتين، كما تم إصلاح هذه الترجمة وإتقانها لتلبية حاجات البحث النشيط في علم الهيئة. هذا ما يفسر تعدد الترجمات، كما يفسر ترجمة الأصول الأخرى المرتبطة بالبحث في علم الهيئة، مثل كتاب الأناليما لديودور وكتاب بنلاوس في الهندسة الكروية إلى آخره إلى آخره. هذه بعض الأمثلة في علوم مختلفة: المناظر، الجبر، نظرية الأعداد، هندسة المخروطات، علم الهيئة، تدل كلها بما لا يقبل الشك أن نقل الأصول كان منذ اللحظة الأولى من أجل البحث العلمي، وكان أيضا منذ هذه اللحظة تجديدا لهذه الأصول. هكذا كانت نشأة الفكر العلمي في الإسلام. كان لهذا الفكر العلمي الأثر الكبير في تجديد أيضا الفلسفة النظرية في الإسلام، وسأدل على هذا لضيق الوقت بمثل واحد، وهو أيضا مثل الكندي. ينظر مؤرخ الفلسفة، أنا انتهيت من العلوم، سأخذ مثل واحد من الفلسفة لأقول لأبين أن هذا الشكل هو شكل عام. ينظر مؤرخ الفلسفة إلى الكندي نظرتين مختلفتين، فالبعض يرى أنه ممثل إسلامي للتقليد الأرسطي داخل الأفلاطونية المحدثة، فأصول فلسفة الكندي عند هؤلاء هي الفلسفة القديمة في فترتها المتأخرة. ويرى فريق آخر أن أصول الكندي هي كتب المتكلمين، ومن ثم يرونه كأنه متكلم استبدل قاموس علم الكلام بقاموس الفلسفة اليونانية. ولكن فلسفة الكندي، هذا هو كلام المؤرخين، ولكن فلسفة الكندي تظهر جليا لنا عندما نرى كيف جدد الأصول وكيف لجأ إلى الرياضيات للقيام بهذا التجديد.
إن أصول فلسفة الكندي إسلامية، بمعنى الذي نجده عند المتكلمين المعتزلة وخاصة في مبحث التوحيد. فالكندي يرى أن الوحي يطلعنا على الحق، ولكن الحق لا ازدواج فيه، فهو واحد وعقلي، هذه واحدة. أما الأخرى فهي أن كتاب الأصول لأقليدس هو نموذج ومنهج للوصول إلى الحق، فإذا كان من الممكن الوصول إلى الحق عن طريق الوحي، أي بصورة موجزة ومختصرة تكاد تكون فورية، فإنه من الممكن أيضا بلوغ الحق بمجهود تراكمي وجماعي، وهو طريق الفلاسفة، انطلاقا من حقائق عقلية مستقلة عن الوحي وخاضعة لمعايير البرهان الهندسي، كما هو مطبق في كتاب الأصول لأقليدس. كانت هذه الحقائق العقلية التي تؤدي دور المسلمات أكسيومز، التي تؤدي دور المسلمات الأولية في زمن الكندي، هي التي نقلت عند ترجمة أصول التقليد الأرسطي داخل الأفلاطونية المحدثة، وهي التي اعتمدها الكندي بديلا للحقائق الموحى بها، إذ بوسعها الوفاء بشرط البرهان الهندسي. لا يمكن تطبيق البرهان الهندسي على الوحي، ولكن يمكن تطبيق البرهان الهندسي على هذا على هذه الحقائق أو على هذه الأفكار الأصول التي اتخذت من التقليد الأرسطي داخل الأفلاطينية المحدثة. أقول إذن بوسعها الوفاء بشروط البرهان الهندسي، وبوسعها أن تمكن من بناء عرض منظم شبيه بالعرض الافتراضي القياسي الذي نتعلمه من كتاب أقليدس، مما يؤدي إلى أن يكون، يقول الكندي، الفحص الرياضي أداة لعلم ما بعد الطبيعة. كان هذا، هكذا كان الأمر بالنسبة إلى رسائل الكندي في الفلسفة النظرية، كرسالته في الفلسفة الأولى ورسالته في إيضاح تناهي جرم العالم وغيرهما. ولنأخذ مثالا من رسالته الأخيرة. يسلك الكندي نهجا مستتبا ليقيم البرهان على التهافت المنطقي لمفهوم الجسم اللامتناهي، فيبدأ بتعريف الحدود الأولية، ما هو المقدار، ما هي المقادير المتجانسة إلى آخره. يقدم بعد ذلك ما يسميه القضايا الحق، أو ما يسميه في كتابه في الفلسفة الأولى المقدمات الأولى الحقيقية المعقولة بلا توسط، أو المقدمات الواضحة الحقيقية المعقولة بلا توسط في كتابه في وحدانية الله وتناهي جرم العالم. ويقصد الكندي بهذه القضايا البديهيات كما في الهندسة، فتكون هذه القضايا مثل، على سبيل المثال، الأعظام المتجانسة التي ليس بعضها بأعظم من بعض متساوية، أو مثلا إذا زيد على أحد الأعظام المتجانسة المتساوية عظم مجانس لها صارت غير متساوية إلى آخره. يعمد الكندي إلى برهان الخلف ريدكسيو أد أبسوردم كما في الهندسة، مستخدما هذه الفرضية إن الجزء من المقدار اللامتناهي هو ضرورة متناهي. طبعا وهذا خطأ. يسلك الكندي هذا النهج في العديد من رسائله، فعلى غرار رسالته في الفلسفة الأولى نراه يأخذ بأسلوب البرهان الهندسي في رسالته مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له، وما الذي يقال له لا نهاية له، حيث يعتزم إقامة البرهان على استحالة أن يكون العالم والزمان غير متناهيين. وهنا أيضا يبدأ البرهان بالقضايا الواضحة الحقيقية التي ذكرت بعضها. يعتزم الكندي إذن البرهان على أطروحته الفلسفية انطلاقا من القضايا المستلهمة من كتاب الأصول لأقليدس، مستخدما برهان الخلف ليثبت أنه لا يمكن أن يكون
جسم لا متناهيا ولا زمان لا متناهيا، خلافا لنظرية أرسطو في الزمان، فلا يوجد زمان أزلي، وأن الجسم والحركة غير أزليين وهكذا. فإن كانت كتب أرسطو هي الأصول، فالكندي منذ البداية يبدأ بتجديد الفلسفة نفسها بالرياضيات، فالعلاقة بين الفلسفة والرياضيات جوهرية وضرورية لبناء المنظومة الفلسفية. وقد صرح الكندي بذلك إذ جعل من هذا الموقف عنوانا لأحد كتبه، وهو في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات. ويذهب في رسالته في كمية كتب أرسطوطاليس إلى مخاطبة طالب الفلسفة لينبهه أنه أمامه خيارين، إما أن يبدأ بالرياضيات قبل التطرق إلى كتب أرسطو فيأمل عندئذ في أن يصير فيلسوفا، وإما أن يقتصد تلك المرحلة فلا يسعه أن يصير إلا راويا، يقول الكندي راويا للفلسفة إن كانت له قدرة على الحفظ. يقول الكندي استشهاد: هذه أعداد ما قدمنا ذكره من كتب أرسطوطاليس التي يحتاج الفيلسوف التام إلى اقتناء علمها بعد علم الرياضيات، أعني التي حددتها بأسمائها، فإنه إن عدم أحد علم الرياضيات التي هي علم العدد والهندسة والتنجيم والتأليف ثم استعمل هذا مدة لم يستتم معرفة شيء من هذه، ولم يكن سعيه فيما مكسبه شيئا إلا الرواية إن كان حافظا، فأما علمها على كنهها وتحصيله فليس بموجود إن عدم الرياضيات البتة. وهذا هو التجديد الذي يقوم به الكندي، وهو كيف من الإرث الأرسطي استعمال الرياضيات لبناء شيء جديد. وباختصار حتى لا أطيل، فالكندي لا يقوم بتجديد الأصول أي هذا الأصل أو ذاك من كتب أرسطو أو من كتب يحيى النحوي أو الإسكندر الأفروديسي، بل يريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو تصور برنامج فلسفي جديد يقوم على معرفة الرياضيات. وهذا البرنامج الجديد يؤدي إلى خطاب فلسفي موجه للجميع وليس للمسلمين فقط كما هو الحال عند المتكلمين، ولكنه لا يتناقض مع رسالة الوحي. وتبع الكندي في هذا ابن ميمون فيما بعد، وأخذ فلاسفة الإسلام طرقا أخرى تدخلت فيها الرياضيات بصور مختلفة، ولكن هذا أمر آخر يطول. وأود أن أنهي عرضي هذا بثلاث ملاحظات فقط. الأولى هي أن من يريد أن يفهم حق الفهم نشأة العلوم والفلسفة في الإسلام عليه ألا يفصل بين نقل الأصول وتجديد هذه الأصول، فلا يمكن القول كما يردد البعض أن هناك ثلاث مراحل: الترجمة ثم التمثل ثم الإبداع. هذا لا معنى له، فالإبداع بدأ قبل الترجمة، مع الترجمة، وأثناء الترجمة، وبعد الترجمة. الثانية: لا يمكن فهم نقل الأصول العلمية من رياضية وغيرها وكذلك الأصول الفلسفية دون الأخذ بالاعتبار ما تم في العلوم الإنسانية من كلام وفقه وتفسير وتاريخ إلى آخره. ثالثا: لا يمكن الأخذ بما يقوله الكثير من المؤرخين، وعلى سبيل المثال أحد أئمة المدرسة مدرسة الحوليات الفرنسية لزانال، وهو فرنان برودل، فهو يقول: ينقسم البحر الأبيض المتوسط بحدود ثقافية، حدود أساسية وحدود فرعية، حدود هي جروح لا تلتئم وتلعب دورها. أين هي هذه الحدود بين أثينا والإسكندرية، بين الإسكندرية وبغداد، بين بغداد وبيزنطيا، بين القاهرة والبندقية إلى آخره؟ وإن كان لا يمكن قبول هذا، فبالأحرى لا يمكن قبول هذا اللغو الذي نسمعه من أفواه عدة ولأهداف خفية عن الصراع أو الحوار بين الحضارات. فهم يعنون بهذا الحوار أو الصراع أساساً الإسلام والغرب. وأقول دون تردد إن
الثقافات لا تتحاور ولا تتسارع، ولكن يؤثر بعضها في بعض وتتواصل وتتفاعل. فعلماء الإسلام هم الذين تواصلوا مع الثقافة اليونانية مع علمها وفلسفتها، تواصل وتفاعل القوي القادر لا تواصل وتفاعل الضعيف الواهم، وذلك بتجديد أصولها وتطويرها في ميادين لم تخطر على عقول أصحابها الأوائل. أما الضعيف الواهم فلا يمكنه إلا أن يستعير ويقلد، والأمثلة على هذا كثيرة. وشكرا. شكرا أستاذ الدكتور رشدي راشد على هذه المحاضرة الرائعة الشاملة. وأظن أن في كلمات بسيطة لا يخفى على أحد أن هذا العرض التاريخي الموثق العظيم الذي اتسم بالمعرفة الدقيقة والمعرفة العميقة لخبايا العلوم وتطورات التاريخ يؤكد على أن الانفتاح على التاريخ يفيدنا في تأملنا في واقعنا المرير الذي نعيش فيه اليوم، يعيننا على استشراف المستقبل أمام تحديات كثيرة كلكم تعرفونها ولن أعيدها اليوم. ولكن أريد أن أكرر بعض النقاط الأساسية التي تفضل بها دكتور رشدي راشد في هذه المحاضرة، أن هناك تداخل بين الأعمال، فليست كل جزء كل عمل عمل منفرد وعمل بعيد عن الأعمال الأخرى، وليس مجرد تراكم أعمال لا صلة بين البعض والآخر، إنما العمل الثقافي هو عمل تراكمي من ناحية وتداخلي من ناحية أخرى. هناك تداخل بين إسهامات العلماء في الاستفادة المباشرة تراكميا وزمنيا، ولكن أيضا في التطوير الفكري سواء أثناء وبعد وقبل الترجمة، سواء عالم يترجم أو مترجم يتمكن من العلم من المادة الذي يعمل بها، في الشرح على المتن والشروح بعضها اكتسب أهمية يمكن أكثر من المتن نفسه. وكل هذا دعوة للانفتاح على الثقافات الأخرى، دعوة ضد الانغلاق، دعوة ضد التقوقع في أطر نظرية أو تصورات لقراءات معينة للتاريخ. وأن إسراء الثقافة من الثقافات الأخرى جزء لا يتجزأ من حيويتها، وأن هناك جدلية بين المضمون واللغة سواء لغة التعبير أو كما رأينا في تكوين لغة علمية جديدة، لغة علمية ضبطت وربطت بين الفلسفة والرياضيات، لغة علمية أخذت منظومة الكلمات التي استعملت في ثقافات مختلفة فأثرت وضبطت العقلانية الجديدة. فإذا كانت هناك جدلية بين النقل والترجمة والبحث والتجديد، فأنا أريد أن أؤكد على جدلية العقل والمنهج والالتزام بالبرهان، وما سمعناه عن دور الإسهامات الكندي تدعو الجميع إلى استعادة قراءة والتعرف على تراثنا بعيون جديدة. ولا شك عندي أن الكثير منكم سيستفيد استفادة كثيرة من أروقة هذا المؤتمر الكبير وفرصة التفاعل مع الدكتور رشدي وكبار العلماء الذين يشرفوننا في هذه الفترة. الزملاء الأعزاء، هذه هي شهادة التاريخ، هذا إرث أجدادنا، فجدير بنا أن نجابه التيارات الظلامية في مجتمعنا، التيارات التي ضاقت صدرا حتى بالأدبيات الموروثة مثل ألف ليلة وليلة، أن نجابهها بمنهج الانفتاح المعاصر لما له من أصول وجذور في تاريخنا وفي ثقافتنا، لأن هذا هو مسؤوليتنا في مكتبة الإسكندرية
وفي مصر سنة 2010 وفي المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي في صدماته الموجودة عسكرية كانت أو سياسية، إنما في النهاية الفكر هو الذي يخلق المجتمعات والمجتمعات هي التي تتطور بالفكر. فنشكر دكتور رشدي راشد ونشكركم جميعا، وأظن دكتور يوسف زيدان منظم لنا كوفي بريك مش كده، في نستحي شيء من القهوة في الخارج. فشكرا لكم جميعا في هذا اللقاء. شكرا دكتور رشدي.